أحييكم وأستهل النشرة بأبرز العناوين. جنيف كيري ولافروف، هل تمهد لجنيف 2؟ الأسد يربط تنفيذ المبادرة الروسية بوقف واشنطن تهديداتها ودعمها المعارضة، والجيش الحر يرفض المبادرة. بيان بعبدة عن إعلان بعبدة، لماذا الآن؟ نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. ماذا يعني أن يعلن الجيش السوري الحر أنه يرفض المبادرة الروسية لوضع السلاح الكيماوي تحت الوصاية الدولية؟ وما يعني أنه لا يقبل بأقل من محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته؟ السؤال الأكبر، هل هذا الاعتراض هو مجرد اعتراض من المعارضة السورية أو ممن يقف وراءها ويدعمها؟ وبالتالي ما هي الرسالة التي يريد الداعمون إيصالها إلى موسكو وإلى واشنطن في آن؟ وما هو تأثيرها على مرحلة ما بعد الضربة الكيماوية وتعليق الضربة الأمريكية؟ يبدو أن المرحلة الجديدة ستكون مرحلة طويلة وشاقة من المفاوضات، والنظام السوري بارع في هذا الأسلوب. فرئيس الأسد يقول أنه يتوقع بدء تسليم المعلومات عن الأسلحة الكيماوية إلى هيئات دولية بعد شهر من انضمام دمشق إلى معاهدة حظر الأسلحة. هذا يعني أن هناك مسارا طويلا يبدأ في جنيف ولا يعرف متى ينتهي. وفي الانتظار تبقى المعارك مستمرة في سوريا وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة باستثناء الكيماوي. ومسار جنيف ليس طويلا فقط بل شائك أيضا، فالرئيس الأسد حدد شرطا لتسليم الأسلحة الكيماوية، وهو أن تتوقف واشنطن عن التهديد بضرب دمشق والاطلاع على ما يدور في الأروقة الدبلوماسية مع بدء اجتماعات جنيف. تنضم إلينا كبيرة المراسلين في نيويورك رئيسة مكتب الحياة لتطلعنا على آخر الأجواء مع انطلاق مسار جنيف. سيدة راغدة درغام، مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. لدينا الآن هنا في نيويورك هو أنه علمنا قبل قليل أن الحكومة السورية بلغت الأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام أنها وافقت على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي كانت طبعا قد رفضت الانضمام إليها سابقا، وهذا ما ذكرته قبل قليل وتحدثت عنه من برنامج زمني، تحدثت عندما قلت أن الرئيس السوري ينوي أن يكشف عما لدى سوريا بعد شهر من إعلان الانضمام. إذن الخطوة الأولى قد اتخذت حسب الرأي السوري، لا نعرف إن كان ذلك كافيا من وجهة نظر الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة تسلمت رسالة نصت على المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري اليوم يبدو، وينص على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. تفضلي. نعم. إذن سيدة راغدة، يعني انطلاقا من هذه المعلومة التي زودتنا بها ومما ذكرنا في مقدمة هذه النشرة بأن الرئيس السوري أيضا قال بأنه يتوقع بدء تسليم المعلومات عن الأسلحة الكيماوية إلى هيئة دولية بعد شهر من الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة، هذا أول شرط مناور للرئيس الأسد، يعني بدء المناورات السورية ألا يوحي بارتياح معين سوري في هذه الأجواء؟ لنتحدث الآن عما يحدث حاليا. يحدث هناك سباق ما بين الشق الكيماوي الذي يسير إلى الأمام لربما في جنيف، وبين ما متوقع هنا في نيويورك والذي له علاقة بشق المحاسبة على من ارتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية. نعرف أن هناك أجواء تفيد بأن تقرير التحقيق الدولي سيأتي إلى الأمم المتحدة إلى الأمين العام مطلع الأسبوع المقبل لربما الاثنين، عندئذ يقدم الأمين العام ذلك التقرير إلى مجلس الأمن وربما إلى الجمعية العامة أيضا، وهنا يبدأ شق المحاسبة والذي لا تريده سوريا، وقد يكون استباقها ذلك الشق عبر إعلان انضمامها إلى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية جزء من سميته مناورة أو استراتيجية. على أي حال سنرى الآن ماذا ستفعل روسيا والولايات المتحدة بالذات، لأن الولايات المتحدة عبر الرئيس باراك أوباما ما زال يعني غير واضحا على مسار واحد، فهل سينوي أن يحصر جهوده والتركيز فقط على الشق الكيماوي بمعنى
المعاهدة وعدم استخدامها وعدم بالأحرى استعداد سوريا لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية التي لديها، أو أنه سيحتفظ بحق العقاب والمعاقبة؟ والأمر ليس واضحا، لأنه ليس في إمكانه أن يفعل الأمرين سويا في الوقت ذاته في هذه المرحلة. نعم، سنكتفي بهذا القدر يعني من مشاركتك سيدة راغدة لضيق الوقت. شكرا لك كبيرة المراسلين لصحيفة الحياة ومديرة مكتب الحياة في نيويورك، شكرا لك يا سيدة راغدة درغام. إذن الأسد يربط تنفيذ المبادرة الروسية بالتوقف عن تهديد سوريا بالضربة، وأوباما يأمل خيرا من مفاوضات جنيف، في حين نقلت رويترز عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تسلمت وثائق من الحكومة السورية تتعلق بالانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. دمشق لن تنفذ مبادرة الأسلحة الكيميائية ما لم تتوقف واشنطن عن التهديد بضرب سوريا، موقف للرئيس السوري بشار الأسد أطلقه قبيل انطلاق مفاوضات جنيف بين وزيري الخارجية الأمريكية جون كيري والروسية سيرغي لافروف لبحث المبادرة الروسية الهادفة لوضع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية. الأسد اعتبر أن وضع سوريا أسلحتها هذه تحت إشراف دولي جاءت تلبية لطلب موسكو وليس بسبب التهديدات الأمريكية بشان ضرب عسكرية، وتوقع في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 أن يتم بدء تسليم المعلومات عن الأسلحة الكيميائية إلى هيئات دولية بعد شهر من انضمام دمشق إلى معاهدة حظر هذه الأسلحة. وفيما أمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أن تحرز مفاوضات جنيف نتائج إيجابية، أعلن البنتاغون أن موسكو هي الطرف الوحيد الذي يتهم المعارضة السورية باستخدام الكيميائي، هذه المعارضة التي أعلنت رفضها المطلق للمبادرة الروسية. تطلب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بسحب السلاح الكيميائي وهو أداة جريمة، سحب أداة الجريمة أمر ومحاسبة المجرم أمر آخر. أما الكريملين فرأى أن المبادرة الروسية نجحت في تجنيب دمشق الضربة لفترة معينة، مشددا على ضرورة ألا تضيع هذه الفرصة سدى، في حين شددت بريطانيا على وجوب أن يكون أي اتفاق لوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت السيطرة الدولية قابلا للتنفيذ وأن يضمن عدم سقوط هذه الترسانة في الأيدي الخطأ. تركيا شككت بالتزام دمشق بالتعهدات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، واعتبر رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أن الرئيس السوري يحاول كسب الوقت لتنفيذ ما أسماه بمذابح جديدة. موقف موحد ومتماسك بشأن سوريا دعا إليه البرلمان الأوروبي مطالبا برد واضح قوي ومشترك على الهجمات الكيميائية في سوريا من دون استبعاد احتمال اتخاذ تدابير رادعة. المواقف الدولية واكبها انطلاق طائرة شحن وأخرى مقاتلة من قاعدة إنجرليك الجوية التركية، كذلك إبحار المدمرة الروسية سميتليفي من ميناء سيفاستوبول الأوكراني باتجاه الساحل السوري. وفي إطار متصل أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة بدأت تزويد مسلحي المعارضة السورية بأسلحة ومعدات تقنية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وسورية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بدأت تسليم شحنات من الأسلحة في الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية أرسلت آليات ومعدات أخرى بما يشمل تجهيزات اتصالات متطورة وتجهيزات طبية لميدان القتال. هل سيتهم تقرير المفتشين الدوليين الذي من المتوقع صدوره الاثنين جهة معينة بالوقوف وراء مجزرة الغوطة؟ في الخامس من أيلول الجاري توقع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أن يكون تقرير مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا مخيبا. في 12 أيلول فابيوس يوضح أن تقرير المفتشين سيؤكد حصول مجزرة كيماوية في سوريا، متوقعا أن يتضمن مؤشرات إلى ضلوع النظام فيها. ولكن هل هذا كافيا لاتهام النظام؟ وكيف سيحمل التقرير مؤشرات إلى منفذي المجزرة طالما أن مهمة المفتشين تقتصر على تأكيد استخدام الكيماوي أو عدمه من دون تحديد المسؤوليات؟ يقول تشارلز دولفر أحد خبراء التفتيش الذي عمل في العراق سابقا إن فريق التحقيق في سوريا لا يستطيع صراحة أن يقول إن هذا الطرف أو ذاك ارتكب الهجوم، لكن بمجرد أن يتضمن التقرير بعض المعلومات التقنية فإن ذلك سيؤشر بشكل غير مباشر إلى الجهة الفاعلة.
فإذا تضمن التقرير مثلا أن المفتشين عثروا على بقايا كيماوية في قطع صغيرة من صواريخ أو قذائف مدفعية من أنواع يمتلكها الجيش السوري، فسيكون هذا مؤشرا على اتهام النظام. وإذا وجد أن المواد السامة المستخدمة لا تحوي مثبتات كيميائية وكانت طريقة إيصالها إلى الهدف بسيطة وأقل حرفية، فإن هذا قد يشير بأصابع الاتهام إلى المعارضة. أيام قليلة ويقول فريق التحقيق كلمته، فهل يكون ما قبل التقرير كما بعده، أو يشكل بداية حل، أو ربما بداية مأزق جديد يفضح عجزا دوليا اعترف به بان كي مون عندما قال قبل أيام إن عامين ونصف من الأزمة في سوريا لم تؤدي سوى إلى شلل مخجل في مجلس الأمن. طلبت السعودية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة الخارجية دعت المقيمين في لبنان أو الذين يقومون بزيارته إلى الاتصال بسفارة المملكة من أجل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة. رئاسة الجمهورية توضح ظروف إقرار إعلان بعبدة، مؤكدة أنه لم يتضمن أي بند يتعلق بالمقاومة وسلاحها. في الأسابيع الأخيرة كثرت التصاريح والتعليقات حول مسألة إعلان بعبدة، إعلان كان صدر في ختام جلسة الحوار الوطني في 11 حزيران 2012 ووافقت آنذاك على البنود التي تضمنها كل الأطراف المشاركة في الحوار. مصادر مطلعة على هذا الملف أكدت للـ LBCI أنه نفي بعض الأفرقاء مؤخراً للتوافق الذي أحاط إعلان بعبدة، أو الحديث على أنه ولد ميتاً هو الذي دفع برئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان توضيحي صباح الخميس تشرح خلاله المراحل التي مرت بها المناقشات قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للإعلان. المصادر تؤكد أن الرئيس ميشيل سليمان أراد أن يذكر بروحية محضر الجلسة، وما طرحه الرئيس نبيه بري في مبادرته الأخيرة يدخل في نفس الإطار، خصوصا أن قضية الاستراتيجية الدفاعية هو موضوع لا يزال ينتظر أن يتم البحث فيه بجدية. لم يتضمن إعلان بعبدة أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطرق إلى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية، بل أن هذه المفاهيم وسواها قد أتت في إطار التصور الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدمه فخامة الرئيس أمام هيئة الحوار المنعقدة في القصر الجمهوري يوم الخميس 20 أيلول 2012. هذا البيان وكما تقول المصادر المطلعة هو رسالة أراد رئيس الجمهورية أن يوجهها للقوى السياسية الداخلية من جهة والقوى الخارجية أيضا، فإعلان بعبدة موجود ولكنه لم يطبق، وعدم تطبيقه أتى من الفرقاء الذين ينفون وجوده اليوم. أما دوليا فيبقى هذا الإعلان بمثابة أساس جدي لبناء أي حل ثابت للأزمة اللبنانية. هناك خطوط حمر للحريات لا يمكن تجاوزها، هكذا رد الرئيس ميقاتي على الحملة التي طالته أخيرا، مؤكدا من جهة أخرى أنه سيطلق مبادرة إنقاذية تتواكب ومبادرتي سليمان وبري. لاقى رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي رئاسة الجمهورية في موقفها المؤكد على أن إعلان بعبدة حظي بموافقة كل من كان على طاولة الحوار وقت صدوره. أنا حسب ما أذكر بإعلان بعبدة كان في توافق بالإجماع على 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 كل البنود اللي طرحت فيه، طرح علينا كان في بعض ملاحظات، تعدلت هذه الملاحظات، رجع عرضوها على الشاشة أمامنا، وبالنهاية كلياتنا قلنا موافقين. هذا اللي بذكره، هذا اللي صار خلال اجتماع الحلقة. الرئيس ميقاتي كشف أنه سيطرح الأسبوع المقبل مبادرة حوارية تلاقي رئيس الجمهورية في دعواته للحوار والتمسك بإعلان بعبدة، وتلاقي أيضا مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. رئيس الحكومة المستقيلة تحدث في طرابلس بعدما أمت دارته في الميناء وفود من مختلف أنحاء الشمال ومن مختلف التوجهات والقطاعات، مستنكرة الحملة الإعلامية التي طالته، وقد اعتبرها المستنكرون أنها تطاول على مقام رئاسة الحكومة ليس من الناحية المذهبية فحسب، بل من الناحية الوطنية أيضا. وست كل الأشياء اللي انكتبت بالماضي، ولكن لما وصلت للمقامات ووصلت للمؤسسات الدستورية فلقيت من واجبي أنه بين الحقيقة قدام المواطنين، ولهالسبب التجأت للقضاء، لأنه ما بعتقد أنه في عنا أي خيار. كل مواطن آدمي ما عنده خيار يثبت الحقيقة إلا عبر القضاء. في حديثه مع زواره لم يقتصر كلام الرئيس ميقاتي على الحملة التي يتعرض لها، بل تطرق إلى الوضع السوري وتداعياته على لبنان، ولا سيما لجهة تشكيل الحكومة.
إذن الهجوم الذي شنه شارل أيوب على الرئيس ميقاتي على صفحات جريدة الديار أخذ أبعادا سياسية وقضائية، فهل من ضوابط لحرية الرأي وهل من دور لقانون الإعلام؟ حرية الرأي والتعبير من أهم الحريات التي يصونها الدستور اللبناني، ولكنها تخضع في الوقت ذاته إلى ضوابط تحدد أين تبدأ هذه الحرية وعند أي حدود تنتهي. من واجبية الإعلام يوصل المعلومة للناس إذا كان في معلومات صحيحة. معلومات صحيحة. نحن كجمعية مندافع عن الصحفيين أو الإعلاميين أو المؤسسات الإعلامية اللي هن عم يمارسوا فعل رأي وتعبير، أثناء ممارسة هذا الفعل ارتكبوا جرم ذنب لأنه يمكن ما تمكنوا يستحصلوا على الوثائق اللي بتثبت أقوالهم، ما تمكنوا من استسماع أنه هي يمكن تكون فيها الوثائق موجودة لدى جهة ما وما قدروا يحصلوا عليها. وأكيد ما حدا راح يدافع عن شخص عم يرتكب جرائم ما لها علاقة بحرية رأي وتعبير، لأنه الابتزاز المالي هذا صار جرم آخر ما له علاقة بحرية رأي وتعبير. القارئ أو المشاهد أو المستمع لا يميز دائما بين الصحافة التي تتمتع بمصداقية وبين الصحافة الصفراء، فالشائعات أو الفضائح تجذب اهتمامه ويتأثر بها وقد يميل إلى البناء عليها حتى ولو ورد بعدها تصحيح أو نفي. لذلك يحاول قانون الإعلام الذي يبحث في البرلمان إيجاد نوع من التوازن بين حقوق الأفراد بكراماتهم وحرياتهم الشخصية وبين حرية الصحافة تحت عنوان حفظ حقوق هؤلاء مما سماه التهويل والشانتاج. تفعيل حق الرد بجميع وسائل الإعلام المطبوعة الإلكترونية المرئية والمسموعة، وثانيا بحماية هذا التوازن عبر تدرج بالعقوبات، يبدأ بغرامات والغرامة بتقدر تكون كتير مؤذية وتقيلة إذا كان الضرر كبير، تتدرج هذه العقوبات من الغرامات وصولا إلى السجن إذا صار في تكرار لنفس الجريمة. ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول شخصيات سياسية وغير سياسية، بدءا من الرئيس رفيق الحريري في حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، في الرئيس سعد الحريري واللواء وسام الحسن وغيرهم من الشخصيات وأصحاب المؤسسات والمصارف. وهذه المحاسبة للشخصيات العامة جزء من الدور الرقابي للصحافي، لكن المشكلة حين تتحول إلى ابتزاز وتهويل بعيدا عن الواقع أحيانا الهدف منه تحقيق منفعة ما. لكن الأهم أن من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية هم الأفراد الذين رضخوا للابتزاز، الأمر الذي يشجع الصحافي على إعادة الكرة مع الأشخاص ذاتهم أو غيرهم طالما أن هناك من يسدد الفاتورة. النيابة العامة واستدعاء جديد والسيكورسكي تنتظر الصيانة، تابعونا بعد الفاصل. نحييكم من جديد ونتابع مع التطورات المحلية. ملاحقات قضائية بحق صحفيين ومدونين بسبب نشاطهم الافتراضي. استدعاء جديد إلى مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية. الضحية هذه المرة هو زميل ربيع فران الذي يخضع للتحقيق بناء على إشارة النيابة العامة بعد كتابته مقالا على موقع مختار.com ينتقد فيه ليلى عبد اللطيف. أنا زعلان كثير ببلد أنه بيتشدق بالحرية، بيتشدق بالمساواة، بيتشدق بكثير أشياء، بالصحافة خصوصا، لأنه نحن إذا بنقول عن حنا بلد الحرف أنه يخضع صحافة لخمس ساعات تحقيق ويظهر بسند إقامة، فهذا بعتبره معيب بحقنا كلبنانيين أولا. الأمن الذي وعدنا به أخيرا هذه تباشيره، رقابة على المضمون الإلكتروني واستدعاء للناشطين والصحفيين، وفيما الأمن الآخر يحاصرنا بسيارات مفخخة وموت في كل الشوارع، وفيما تكاد الجرائم الفردية تتحول إلى أسلوب حياتنا العادي، تجهد أجهزة الدولة والقضاء في تضييق هامش الحرية. هذا هو مفهومها للأمن. خضعت للتحقيق لخمس ساعات مثل ما ذكرت، وما كنا نقدر نظهر إلا بعد توقيع تعهد بعدم الإساءة للسيدة صاحبة الدعوة. الأمن الإلكتروني هو ربما عنوان أيامنا هذه، عنوان براق في زمن الأمن المفقود والأمن الذاتي والأمن الممسوك من طرفه. الأمن الإلكتروني عنوان براق لكلمة رقابة.
وقد ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على التقرير الذي عرض الأربعاء على شاشة LBCI حول التحقيق مع الصحفية رشا الأمين، فأكدت أنه لا يستدعي أي شخص إلى التحقيق إلا بناء على إشارة النيابة العامة، وبعد أن يكون المتضرر قد تقدم بشكوى إلى النيابة التي تحيلها إلى المكتب. وأضاف البيان أن هذا النوع من التحقيقات هو من اختصاص مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية بحسب التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية، كون المدعي عليه موقع إلكتروني، وبالتالي لا تقع هذه الشكوى ضمن قانون المطبوعات، مشيرا إلى أن عدم صدور قانون للجرائم المعلوماتية حتى الآن لا يعني أن المكتب يعمل بشكل استنسابي بل بموجب قانون العقوبات. وأخدم البيان بأنه وصل حتى الآن عدد الشكاوى المحالة من النيابة العامة إلى المكتب إلى 2000 دعوة، من بينها 6 مقامة ضد صحفيين. موسم الحرائق على وشك الانتهاء، وطائرات السيكورسكي رابطة في مكانها. لا يستطيع هذا العنصر من الدفاع المدني الوصول إلى مكان الحريق لإخماده. الحل موجود ولكنه متوقف عن العمل. السيكورسكي طوافات 3 فرح اللبنانيون وهللوا عند استلامها عام 2009 بعد جمع هبات خاصة، إلا أن الفرحة لم تدم. مشكلتها أنه تحتاج إلى صيانة مثل كل الطوافات، ولكن بالموازنة الملحوظة لسلاح الجو ما في مال كافي لها. مصدر في وزارة الداخلية يؤكد إرسال طلب إلى وزارة المالية لتخصيص اعتمادات لصيانة السيكورسكي بقيمة 2,300,000 دولار. المالية رفضت أن تدفع أكثر من 800,000 دولار بنهاية 2013. في المقابل ينفي مصدر في المالية وجود أي طلب من الأساس، وبصرف النظر عن المبلغ الذي سيدفع فإن مقارنته بخسائر الحرائق تفضي إلى هذه النتيجة. وهذا مؤسف، لأنه إذا كلفة كل حريق ما عم تتدخل فيها الطوافات أكبر بكثير من كلفة صيانة أي طوافي. وقد تم اللجوء مؤخرا إلى طوافات الجيش لإخماد الحرائق، لكن قدرتها على استيعاب المياه لا تضاهي قدرة السيكورسكي التي تنام على المدرجات في انتظار الفرج. إرث لبنان من العنف السياسي، تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان بين عامي 75 و2008. بين عامي 75 و90 بدأت وانتهت حرب قدر عدد قتلاها بأكثر من 100,000 وجرحاها بحوالي 200,000 ومفقوديها تخطوا 17,000، والنتيجة كانت قلب الصفحة. باعتماد سياسة اقتل كما شئت ففي النهاية ستأتي التسوية، انتقل الشعب اللبناني إلى فترة ما بعد الحرب. ومن 90 حتى 2008 عاش اللبنانيون حروبا واشتباكات مسلحة داخلية واعتداءات خارجية واغتيالات بالجملة، والنتيجة كانت طي الصفحة وتسويات جديدة. كل ذلك دفع بمجموعة من الباحثين لإصدار تقرير بعنوان إرث لبنان من العنف السياسي، وثقوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان ما بين عامي 1975 و2008. الهدف منه أنه نكون عم نجمع هالمعلومات بمحل واحد حتى نقدر نسلط الضوء شوي عن شو طبيعة هالانتهاكات الجسيمة يلي صارت لمين وين. في هذا التقرير قام الباحثون بتوثيق عمليات القتل والخطف والتهجير بحسب تسلسلها الزمني من العام 1975 حتى العام 2008. هيدا التقرير أداة نقدر نستعملها تنفتح النقاش بوقت أول شيء ما عنا بالمدارس كتاب تاريخي بيحكي عن الحرب اللبنانية، بوقت ما بدنا نحكي بيلي صار، طلبوا بنهاية الحرب أنه نطوي الصفحة، عفوا عن الجرائم وكأنه ما صارت الحروب. توقف التقرير عند أحداث 7 أيار 2008، أحداث وجد فيها الباحثون استعادة مشاهد الحرب الأهلية التي يريدون أن تمحى من الشوارع لتبقى في الذاكرة فقط لا العكس. وفي طرابلس قطعت الطريق عند جسر المشاة على أوتوستراد التبينه احتجاجا على عدم شمول لائحة التعويضات التي ستدفعها الهيئة العليا للإغاثة لمتضرري حوادث التبينه وجبل محسن الأخيرة عدد من الأسماء. وقد أطلق بعض المحتجين أعيرة نارية في الهواء قبل أن يفضوا تحركهم بعد إعطاء مهلة حتى ظهر الجمعة لتحقيق مطالبهم، وإلا فالتصعيد. ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز والطيارين التركيين في لبنان عرضه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السفير التركي في لبنان
إينان أوسلديز. تابع قاضي التحقيق العسكري فادي صواب تحقيقاته في قضية إطلاق الصواريخ من بالونة باتجاه بعبدة، فاستجوب الموقوف جمال إسماعيل وأصدر مذكرة وجهية بتوقيفه. المجالس الطلابية والمنظمات الشبابية في الجامعة اللبنانية ترفع صوتها رفضاً لرفع رسوم التسجيل. جملة طلاب الجامعة اللبنانية نرفض رفع رسم تسجيل في الجامعة اللبنانية. جملة واحدة أراد عشرات الطلاب أن يوصلوها إلى إدارة الجامعة الوطنية التي تنوي رفع رسم الدخول إلى ضعفي الرسم الحالي. مرسوم رفع التسجيل وقع من وزير التربية والتعليم العالي، إلا أنه لم يقر حتى الآن لكونه يحتاج لتوقيع رئيس الحكومة المستقيلة حاليا، لكن الطلاب أرادوا استباق صدور القرار وإعلان عدم قبولهم بذلك. كان قبل 200,000 والحد الأدنى للأجور هلأ 500,000، فكيف بيعملوا قصة 600,000؟ هي شغلة. شغلة تانية، إذا بدهم يحاربوا الفساد أو إذا بدهم يجيبوا مداخل للدولة فيهم يروحوا يشوفوا السرقات اللي عم تصير. وشغلة كمان إنه مش بس غلوا الأسود، غلوا كمان السكن وغلوا كتير أشياء. جايين هون لنتعلم، مش جايين لحتى يعني الدولة بكفي قديش كلهم هالمسؤولين عم ينهبوا عم فساد بالدولة. بعد كمان ابن الجامعة اللبنانية بدهم يدوبلوا عليها رسم التسجيل، هن بحطوا أولادهم بأحسن جامعات وبيسفرون لبرا ونحن اللي مكلينا. بس أنا في إمكانية إذا سقطت سنة حافتح سنة بس كرمال مادة واحدة، يعني أنا حأدفع هلأ على مادة 800,000. فساد وهدر وإهمال، شعارات يرددها طلاب يعانون من التهميش في الجامعة اللبنانية، وضع تختصره هذه الطالبة. عشو بدي يغلي القصد؟ بس يقلنا يعطينا أنه شو حيعمل؟ إذا حيزبط كافيتيريا، حيزبط مباني، حيزبط كراسي، نحن عم نقعد على الكرسي نعمل امتحان بنكون عم نزحط نحن عم نقعد. ما في أدوية نعمل امتحانات، يعني شو ما نحكي لنحكي والله حالة مزرية وبقى بده يزيد علينا، لو نحن قادرين ما كنا فتنا أصلا على الجامعة. الطلاب يعيدون بتحركات مستقبلية رفضا لهذا القرار ويصرون على أن هذه الزيادة لن تمر. تمديد حال الطوارئ في مصر شهرين والأمير ويليام يخلع البزة العسكرية، تابعونا بعد الفاصل. ونتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. فقد قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وبعد موافقة مجلس الوزراء تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ شهر لمدة شهرين آخرين اعتبارا من اليوم الخميس. وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر في 14 آب الماضي فارضة حظرا للتجول ليلا في عدد من المحافظات والمدن. جديد تسريبات سنودن، واشنطن سلمت معلومات خاصة بمواطنيها إلى تل أبيب. داتا الأمريكيين في جعبة إسرائيل، هذا ما كشفته وثيقة سرية سربها لصحيفة الجارديان المتعاقد السابق في الاستخبارات الأمريكية أدوارد سنودن. الوثيقة تفيد عن تزويد وكالة الأمن القومي الأمريكي إسرائيل بيانات استخباراتية تتضمن معلومات خاصة بمواطني الولايات المتحدة، ما يتناقض مع تأكيدات إدارة الرئيس باراك أوباما بأن هناك ضمانات صارمة لحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين. وبحسب بروتوكول اتفاق بين وكالة الأمن القومي الأمريكي ونظيرتها الإسرائيلية حصلت عليه الجاردن من سنودن، تنقل الوكالة الأمريكية مباشرة إلى نظيرتها الإسرائيلية قسما من البريد الإلكتروني وملايين الاتصالات الهاتفية التي تراقبها. والقانون الأمريكي ينظم بدوره نشاطات وكالة الأمن القومي ويحضر جمعها معلومات عن اتصالات مواطنين أمريكيين أم أجانب يقيمون بصورة المشروع على أراضيها إلا إذا كان هناك سبب وجيه، ولكن هذه القواعد غير مدعومة بأي التزام قانوني. وردا على سؤال من صحيفة الجاردن، لم ينكر المتحدث باسم وكالة الأمن القومي إدراج البيانات الشخصية للأمريكيين في المعلومات التي تمت مشاركتها مع الإسرائيليين، لكن الوكالة أكدت الامتثال لجميع القواعد التي تحكم الخصوصية. الوثيقة التي سربها سنودن تشير إلى أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي كانا اتفقا على وجوب تخلص الإسرائيليين من أي معلومات تتعلق بمسؤول رسمي في الإدارة الأمريكية، لكن لا تأكيد على حصول ذلك. بعد الانخراط في السلك العسكري أعواما، الأمير البريطاني ويليام يقرر الاعتزال.
سيخلع دوك كامبريدج الأمير ويليام الزي العسكري بعدما خدم لسبع سنوات ونصف كطيار لعمليات البحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني. دوك كامبريدج الذي تخرج في أيلول 2010 كطيار مروحية من أكاديمية السلاح الجوي كانت تراوده فكرة إنهاء حياته العسكرية منذ أيار 2012، ومنذ أن احتفل بزواجه من دوكة كامبريدج الأميرة كيت قبل 3 سنوات والحيرة ترافقه لتزداد مع ولادة طفله ووريثه جورج، إلا أن الأمير ويليام حسم اليوم قراره مفضلا الانصراف لواجباته الملكية والخيرية عبر المؤسسة التي يرأسها مع زوجته وشقيقه الأمير هاري والتي تعنى خصوصا بشؤون الأطفال، شأن ازداد اهتمام ويليام به بعدما بات أبا قبل 3 أشهر. ومن المفترض أن ينتقل الأمير ويليام مع عائلته الصغيرة للعيش في قصر كنسينغتون في جزيرة إنجلسي في الساحل الشمالي الغربي لويلز قبل أن يبدأ بالتحضير لسنة حافلة بالأعمال الخيرية. طيار أو ناشط خيري، الأمير ويليام يبقى وليا للعهد وملكا مستقبليا لبريطانيا. وإلى الصفحة الاقتصادية مع ليا فياض. مساء الخير. عرض النفط العالمي رح يتحسن بالأشهر القليلة المقبلة مما رح يخفف من الضغوط على أسعار الخام ويسمح بإعادة بناء المخزونات، هذا بحسب ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية يلي أشارت إلى أن الفضل بيعود لزيادة الإنتاج السعودي وارتفاع الإنتاج من دول أخرى بالشرق الأوسط مما رح يساعد على تعويض التوقف الشبه كامل لإنتاج النفط الليبي يلي هبط لأدنى مستوياته بعد الثورة الليبية. 750 مليار دولار هي كلفة المواد الغذائية المهدورة سنوياً، يعني ما يعادل 1.3 مليار طن بالسنة. هذا بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO يلي اعتبرت أنه هالخسائر الاقتصادية الكبيرة بتضر أيضاً بالموارد الطبيعية الأساسية. فالغذاء المنتج وغير المستهلك بيحتاج كمية مياه بالسنة بتتعدى التدفق السنوي لنهر فولغا بروسيا يلي طوله 370 كيلومتر، وبتضيف نحو 3.3 مليار طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يعني أعلى من المعدل السنوي للغازات السامة يلي بتصدرها كل المصانع بالولايات المتحدة. احتفالاً بمرور 75 عام على ظهور شخصية سوبرمان للمرة الأولى، كشفت كندا عن ساك 7 عملات كل وحدة منها بتحمل صورة ملونة بتبين مرحلة هامة بتاريخ تطور البطل الأسطوري، وبتبدأ أسعار هالعملات من 29 دولار كندي للعملة المعدنية وصولاً للعملة الذهبية اللي بيبلغ سعرها 725 دولار كندي، ومن المقرر طرحها بالأسواق بحلول نهاية العام الحالي. أنا بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. والآن إلى الرياضة مع روبا. مساء الخير. يمكن لأي صاحب مهنة أن يعلم ابنه المهنة اللي بيزاولها، فالطبيب قد يقنع أبنائه أن يصبحوا أطباء، والمهندس قد يستطيع أن يجعل أولاده يحبوا مهنته، وكذلك الأمر لمعظم المهن. ولكن هل يمكن لأبناء نجوم كرة القدم أن يرثوا اللعبة وبنفس المهارة؟ أشارت تقارير إنجليزية من أيام قليلة أنه نادي أرسنال حصل على توقيع باكهام، إنما روميو ديفيد باكهام ابن اللاعب الإنجليزي الشهير لينضم لصفوف ناشئين النادي الإنجليزي. باكهام الابن ليس الوحيد اللي اختار أن يرث مهنة الأب، فهناك أنزو نجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، ويبدو أنه زيدان الجديد صاحب 18 سنة يسير على خطى والده، وهو بيلعب حاليا بفريق الناشئين بنادي ريال مدريد وقد نراه قريبا بالفريق الأول. وبإيطاليا كريستيان مالديني ابن 17 سنة اللي بيلعب لفريق الناشئين بميلان واللي قد يكون خليفة لوالده باولو مالديني. أما بالأرجنتين فالجميع يتحدث عن جيوفاني ابن لاعب وسط منتخب الأرجنتين السابق والمدرب الحالي لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، إذ أنه سيميوني الابن صاحب 18 سنة يعد من بين أفضل الناشئين بفريق ريفر بليت حيث بيلعب كمهاجم. إذن ههم الأبناء يسيرون على خطى الأباء بالمستطيل الأخضر، والفترة المقبلة ستشهد بروز أبناء نجوم من تلك الفترة وهذه الأيام أيضا على الساحة، فتياغو ليونيل ميسي، ميلان بيكيه، بنجامين أغويرو وغيرهم من أبناء النجوم الحاليين قد يحظوا بفرصتهم يوما ما، أو قد يختاروا أنه ما يورثوا النجومية كما فعل نجل الظاهرة البرازيلي رونالدو. فرونالدو الابن صاحب 18 سنة لا يبدو مهتما بكرة القدم بسبب عدم امتلاكه الموهبة الكروية، ويفضل الفتى الاستمتاع بمشاهدة النجوم بدل من أن يكون واحد منهم،
ولأن النجومية لا تأتي بالوراثة بل تحتاج للمجهود والتعب والاندفاع. البعض أثبت أنه ليس بالضرورة أن تكون ابن نجم كي تصبح نجماً. ولهون تنتهي أخبارنا الرياضية. عودة لك ديما. حلو التغيير ربا كان كتير. شكراً لك. والآن إلى الصفحة الجوية مع فادية. مساء الخير. طقس صيفي عم يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ومتوقعين طقس الويكند يكون صافي لقليل الغيوم مع درجه حراره مرتفعه. الليله الطقس صافي، الحراره ببيروت عم بتسجل 22 درجه. لبكره الجمعه الطقس عم بيكون مشمس الى قليل الغيوم، درجه الحراره عم تكون مرتفعه، بكره عم توصل على الساحل ل 36 درجه. الرياح بالإجمال عم تكون شمالية غربية، حال البحر خفيف ارتفاع الموج، حرارة الماء 29 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 50% و70%. إذن طقس الأيام اللي جاي على الشكل التالي، معظم الأيام الطقس عم بيكون صافي لقليل الغيوم. لبكرة الجمعة 36 درجة الحرارة، لنهار السبت انخفاض بسيط لل 35 درجة، طقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. أما نهار الأحد والتنين كمان الحرارة بتنخفض انخفاض بسيط لل 34 درجة والطقس عم بيكون قليل الغيوم. والليلة كمان صور من أجواء الطبيعة اللبنانية. الصورة اللي عم نشوفها وصلت من أحمد دعبول من سور، من أنوبين لبشير حصباني، من الكحالة لتشارلي حاتم، صورة لديلور فرحات من اللقلوق، صورة لميشيل صوان، وأخيرا من كفر حبو لنسرين أزعور. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة. ما تنسوا تعملوا أبلود لصوركم الحلوة على www.lbci.com/weather. بتمنى لكم سهرة ممتعة وتصبحوا على ألف خير. ومع فادية نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.